اليوم هتكلم معاك عن تأسيس المشروع بشكل صحيح. كثير من الأشخاص بيفكروا إن هم يأسسوا مشاريعهم الخاصة، ولكن دايماً بيقيفوا في خطوة التنفيذ لأنه عندهم مشكلة أو عندهم إشكالية حقيقية في الخوف من فشل مشاريعهم. إن شاء الله اليوم حوريك الخطوات الصحيحة اللي أنت إذا اتبعتها هتقدر تأسس مشروع ناجح بإذن الله تعالى. الخطوة الأولى بالنسبة لك هي إنك تحدد فكرة المشروع وتعمل دراسة جدوى لهذه الفكرة أو للمشروع. واحدة من الخطوات المهمة جدا اللي لازم أنت تعملها قبل بداية أي مشروع مهما كان حجمه صغير أو كبير، إنك تدرس المشروع دراسة صحيحة. الدراسة دي بتساعدك على إنك تعرف عن منتجك أو خدمتك، وتعرف مين هم عملائك، وتعرف مين هم المنافسين الموجودين عندك، وأيضا تأخذ فكرة عن العمليات بتاعت التشغيل الخاصة بالمشروع بتاعك. وأهم نقطة من الخطوات دي إنك هتعرف رأس المال اللي أنت محتاج له في تأسيس المشروع، وأيضا العائد من هذا المشروع، هل بيحقق أرباح أو ما بيحقق أرباح، عشان ما تضيع وقتك وما تضيع مالك. الخطوة الثانية من الخطوات المهمة جدا لتأسيس مشروع صحيح هو معرفة طرق التمويل. مشروعك محتاج لرأس مال، لازم تعرف انت حتموله من وين، لانه ما في مشروع مهما بلغ حجمه اذا كان صغير او كبير ما بيكون محتاج لرأس مال، لازم يكون محتاج لرأس مال. عشان كده لازم تحدد انت حتجيب رأس المال ده من وين. في ثلاثة طرق اساسية ممكن تعتمد على واحدة فيهم على حسب ظرفك، اللي هو الخطوة الاولى انك تعتمد على التمويل الشخصي، انك انت تمول مشروعك بشكل كامل، او نمرة اثنين تستعين بالاصدقاء وبالاهل على اساس انه يمولوك. نمرة ثلاثة انك تستعين بشريك يكون عنده المال وانت تكون عندك الفكرة وتنفيذ المشروع، وبكده تقدر تكون مولت المشروع بتاعك. تحدد المكان اللي انت حتأسس فيه مشروعك. تحديد مكان العمل من النقاط المهمة جدا اللي ما بينتبهوا ليها الناس، لانه كل مجال من المجالات عنده اماكن تواجد محددة. انت كل ما كنت موجود فيها كل ما انت سهلت على عملائك الوصول لك بطريقة صحيحة، فلازم تدرس المكان بشكل جيد لانه بيلعب دور كبير جدا في نجاح او فشل مشروعك. الخطوة الرابعة اللي انت بعد ما تنتهي من الثلاثة خطوات الأولى ويجب عليك إنك تعملها هي إنك تمشي تأسس لمشروعك بشكل قانوني، وتعمل كل الإجراءات الحكومية من رخص وإجراءات خاصة بتأسيس المشاريع على أساس إنه تأسس مشروعك بشكل صحيح وشكل قانوني في البلد اللي أنت موجود فيها. لازم تعمل الخطوة دي لأنه بداية مشروعك بطريقة غير صحيحة أو بطريقة غير قانونية ممكن تؤدي لمشاكل في المستقبل. الخطوة الخامسة. الخطوة الخامسة تعتبر من أهم الخطوات اللي أنت محتاج لها. التخطيط لتنفيذ المشروع بيتم بعدد من أنواع التخطيط، ولكن بالنسبة للمشاريع الصغيرة نحن بنحفز إنك تعمل خطة عمل. النقطة دي مهمة جدا جدا قبل ما إنك تبدأ المشروع. في خطة العمل أنت بتحدد أربعة محاور أساسية. المحور الأول كيف أنت حتدير مشروعك. نمرة اثنين المحور الثاني إنك أنت الخطة الفنية الخاصة بالمشروع بتاعك. نمرة ثلاثة الخطة المالية للمشروع بتاعك. والمحور الرابع هو الخطة التسويقية اللي من خلالها أنت حتروج للمشروع بتاعك. نجي للخطوة السادسة وأيضا تعتبر من الخطوات المهمة اللي هو اختيار فريق العمل. يجب عليك إنك تعرف كيف تختار الناس اللي حيكونوا موجودين معك في المشروع، لأنه ديل اللي حيساعدوك على نجاح المشروع بتاعك. فدي نقطة مهمة شديد جدا جدا لازم تنتبه لها وإنت بتأسس في مشروعك. نجي للخطوة الأخيرة وهي من الخطوات المهمة جدا اللي هو تنفيذ الخطة التسويقية الخاصة بمشروعك. أي مشروع مهما كان فكرته ممتازة، مهما كان فريق العمل الموجود فيه متميز، مهما كان دراستك له كانت بشكل جيد، إذا ما عرفت تسوق لمشروعك بشكل جيد يبقى أنت حتفشل فشل كبير جدا في نجاح المشروع. عشان كده لازم تدرس خطة التسويق بشكل جيد، ولازم تعرف
عن الطرق اللي ممكن تروج بها لمنتجاتك او خدماتك وتصل بها لعملائك بشكل جيد. بكده بكون ذكرت لكم 7 خطوات أساسية أنت محتاج لها على أساس أنك تأسس مشروعك بطريقة صحيحة. طبعا كل خطوة من الخطوات دي فيها كمية من التفاصيل اللي محتاجين نتكلم عنها في حلقات قادمة بإذن الله تعالى، ولكن إذا أنت ركزت على الخطوات اللي أنا ذكرتها دي هتقدر تكون عندك خطة واضحة لترتيب الخطوات اللي أنت محتاج لها لتأسيس مشروعك، وانت واثق من كل خطوة من الخطوات دي انه هتوصلك للخطوة اللي بعدها.